تبدأ بها. مبروك يا علي المقام بمشاركة خبوبي وتدوم أدرابها. مرحبا والمشاعر في هيام ابتدت الأفراح وانت فرحنا تبدأ بها. والكلام اللي نقوله ما يجي مثل الكلام لأنك أكبر من بيوت الشعر ومن أسبابها. والكلام اللي نقوله ما يجي مثل الكلام لأنك أكبر من بيوت الشعر ومن أسبابها. فرحتك فرحة عمر يجعلها في كل عام دايما في مملكتنا وحضور أصحابها. والقلوب من المحبة فاتح لك بابها. القلوب اللي تشوفه كم يزيد عجبها. مشعل الأنوار في وجه الظلام. والقلوب اللي تشوفه كم يزيد عجبها. نعم بنت من خوال ونعم بنت من عمام طيبها من طيب أهلها والفخر مرقبها. يوم لمست السحايب والله اللي جابها. كلنا جينا نبارك لك ونهديك السلام. سلام يوم لمست السحايب والله اللي جابها. ابتدت الافراح وانت فرحنا تبدأ بها. مبروك يا علي المقام بمشاعر يا رب 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 يا
يا علي المقام يا
كبابها والقلوب من المحبة فاتح على كبابها القلوب اللي تشوفه كم يزيد عجبها حياكم الله الأولين والتالين، يلا حيهم يلا حيهم. وأنا نبارك لعابد وعمه على الجواز، والله يوفقهم على العلم الطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المناسبة أود أشكر الحضور الجماعة والربع، وأقول لعابد ألف ألف مبروك، والله إن شاء الله يوفقه إن شاء الله وبرفوها البنين، وألف ألف مبروك يا عابد. أنا عم المعرس عابد، الله يوفقه ويجمع بينهم بخير، وإن شاء الله إن شاء الله المال والبنون الله يسر لهم ويبارك لهم بإذن واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نبارك لابن العم عابد مشاري القعياني ونقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. ونتمنى له إن شاء الله حياة زوجية سعيدة مليئة بالمسرات والأفراح وبالرفاه والبنين. وشكرا لكم على حضوركم جميعا، ومرحبا ومسهلا بكم جميعا. نتمنى لعابد مشاري التوفيق، والله يوفقه ويستر عليه إن شاء الله، والله يجمع بينهم بخير، والله يوفقهم إن شاء الله يستر أمرهم. ألف مبروك يا عابد، الله يبني بيتك إن شاء الله وأقبال العيال إن شاء الله. حياة الزوجية ومنها المال ومنها العيال إن شاء الله. I'm not afraid.
طيب.
دم ولا عشا دم ولا عشا حياك I'm not going to